اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات التعليم الفني، ومع حلقه جديده مراجعه ليله الامتحان لماده التخطيط للصف الثالث قسم ملابس جاهزه. النهارده هناخد بعض الاسئله اللي جت في الامتحانات السابقه، وهناخد ازاي طريقه الاجابه عليها، وايه خطوات الاجابه، وازاي نجاوب على كل سؤال في صفحه. كل ده هنتكلم فيه النهارده، ويا ريت نركز مع بعض في الاسئله وفي الاجابه. واتمنى لكم التوفيق والنجاح. نبدا بقى مع بعض. اول سؤال، اول حاجه بنتكلم عنها، انا ما بيجي لي ورقه الاسئله بيبقى مكتوب فيها حاجتين، يا اما بيقول لي اجب عن 4 اسئله فقط، او بيقول لي اجب عن الاسئله الاتيه حسب الاسئله اللي هو جايبها لي في الامتحان. يا اما بيبقى يجيب لي 5 اسئله واحل منهم 4، او بيجيب لي 4 اسئله واحله. فلازم اكون اقرا ورقه الاجابه كويس جدا جدا، واقرا الاسئله كلها قبل ما اجاوب. يعني ما مش اول سؤال اقراه واجاوبه، لا، انا لازم اقرا الاسئله كلها عشان اقدر احدد الوقت بتاعي بتاع الامتحان، واحدد لكل سؤال هياخد وقت مني قد ايه، واحدد وقت المراجعه. ناخد بقى مع بعض الاسئله. اول حاجه، السؤال الاول هو بيقول لي، اول سؤال، اختار من العبارات مجموعه الف ما يناسبها من مجموعه ب. طبعا ده سؤال الاختيار، ممكن يجي لي في اول سؤال، ممكن يجي لي في السؤال الثاني، السؤال الثالث، حسب ترتيب الاسئله. وممكن انا لو انا الاسئله عرفت سؤال واحد منهم بجاوب على السؤال اللي انا عارف اجاوب عليه، بس بحدد السؤال ده السؤال الاول ولا الثاني ولا الثالث. هنيجي نحل بقى مع بعض الاسئله. اول سؤال بيقول لي، اختار من العبارات مجموعه الف ما يناسبها من مجموعه ب. هنا بيقول لي تثبيت كيس الجيب على الامام والجانب بغرزتين، تركيب الجيب على الخلف يمين ويسار، تني اسفل الرجل، عمل حياكه خارجيه للجيوب الجانبيه على الخلف، حياكه القمر بوسط البنطلون، بما في ذلك الخمس لبسات. في المجموعه ب جايب لي الحياكه على الجانب الخلفي حتى نهايه فتحات الجيوب، مراعاة بداية ونهاية وضع تكات غرز التثبيت، مراعاة جانب التكات الفورمات والوسط، مراعاة تكات فورمات الجنب والوسط، تني النهاية السفلية للبنطلون، وهكذا. هنا أنا بختار المجموعة ألف ما يناسبها من المجموعة ب. احنا قلنا قبل كده لما يجي لي توصيل هشوف ايه اللي يناسب المجموعة ألف، ايه اللي يناسبه في المجموعة ب، واكتب الجملة كاملة. بكتب ايه؟ الجملة كاملة. تعالوا نشوف بقى الاجابة هتبقى ازاي. هلاقي هنا ان انا كتبت هنا الواحد، تثبيت كيس الجيب على الامام والجانب بغرزتين، اللي يناسبه مجموعة به مراعاة تكات او الفورمات اللي هو الجنب والوسط. 2، تركيب الجيب على الخلف يمين ويسار، اللي يناسبها في المجموعة به مراعاة بداية ونهاية وضع تكات غرز التثبيت. 3، ثني اسفل الرجل اللي هو ايه؟ ثني النهايه السفليه للبنطلون وحياكه. رقم 4، عمل حياكه خارجيه للجيوب اللي هي الجانبيه على الخلف، الحياكه على ايه؟ على الجانب الخلفي حتى نهايه فتحات الجيوب. رقم 5، حياكه القمر بوسط البنطلون بما في ذلك الخمس لبسات، اللي هي مراعاة جانب التكات اللي هي الفورمات وايه والوسط. يبقى كده انا كتبت الجملة كاملة، ما مش عملت ايه توصيل ولا كتبت ارقام، لان احنا احيانا كتير لما بتيجي تكتبوا الارقام بتكتبوها الترتيب خطأ. نيجي نشوف السؤال التاني برضو في التوصيل. هو جايب لي المجموعة الف وما يناسبها من المجموعة ب، بنقراها كويس جدا. تركيب اجزاء الحشو اللاصق اللي هو الفازلين، حياكة كيس الجيب على فتحة الجيب، تنفيذ الغلق على خط نصف الفتحة الأمامية، غلق اللبوسة على أعلى الوسط، أقف فتحة الجيب والبتلتة. في المجموعة ب بقى، الحياكة الخاصة بالبتلتة، ضبط طول الغرزة مع عرض اللبوسة، ضبط طول الغرزة، حياكة منتظمة، تأكد من الوجه وإيه والظهر. هنيجي نشوف الإجابة مع بعض. هاجي ألاقي هنا أول رقم 1، تركيب أجزاء الحشو اللاصقة اللي هي الفازلين، بتاخد من المجموعة ب، تأكد من الوجه وإيه والظهر. رقم 2، حياكة كيس الجيب على فتحة الجيب اللي هي حياكة منتظمة. رقم 3، تنفيذ الغلق على خط نصف الفتحة الأمامية اللي هي الحياكة الخاصة بالبتلت. رقم 4، غلق اللبوسة على أعلى الوسط، ضبط طول الغرزة مع عرض اللبوسة.
اقف فتحة الجيب والباتريتا لو ضبط طول الغرزة. بقى كده انا كتبت الجملة كاملة. اخد بالي ان انا التوصيل لازم اكتب الجملة كاملة، ما اعملش ارقام من عندي، لان الارقام لو هو مش مديني التركيب انا مرقمش، لان الارقام بتكتبوها ساعات غلط وبتصحح الايه سؤال التوصيل ايه خطأ. نكمل مع بعض بقية الاسئلة في التوصيل برضو. التنظيمات العمالي، السياسات والتشريعات الحكومية، النظام الإداري، توفر البنية التحتية الجيدة، القوى العاملة. مديني المجموعة ب بقى الأجور والأسعار وأنظمة الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك، خلق التوافق والانسجام وعلاقات عمل إيجابية مثمرة بين العمال وإدارة المنشأة الاقتصادية، توفر طرق النقل الجيدة وخدمات الاتصالات، الاستثمار في التربية والتعليم والثقافة والتدريب، تنظيم الإنتاج ومراقبته من ناحية النوعية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. هنا هو مديني مصطلحات علمية، والمفروض ان انا بختار من المجموعة ب التعريفات بتاعتها. يعني هو مديني المصطلح العلمي وانا بختار من مجموعة ب التعريف بتاعها. يبقى هنا كده ممكن يجي لي في صورة توصيل، ممكن يجي لي في صورة اكمل، ممكن يجي لي في صورة عرف. يبقى انا لازم اكون عارف المصطلح وتعريفه ايه. تعالوا نشوف الاجابة مع بعض. اول حاجة التنظيمات العمالي اللي هو خلق التوافق والانسجام وعلاقات عمل ايجابية مثمرة بين العمال وادارة المنشأة الاقتصادية. السياسات والتشريعات الحكومية اللي هي الأجور والأسعار وأنظمة الاستيراد والتصدير والضرائب والجمارك. النظام الإداري تنظيم الإنتاج ومراقبته من ناحية النوعية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. توفر البنية التحتية الجيدة، توفر طرق النقل الجيدة وخدمات الاتصال. القوى العاملة، الاستثمار في التربية والتعليم والثقافة والتدريب. ده كده احنا خلصنا السؤال بتاع التوصيل. نشوف السؤال اللي بعده. برضو مديني مصطلحات او تعريفات، وانا بختار الاجابة بتاعتها من المجموعة ب. الف حوامل التعليق، من كان عرض دقيق، من كان عرض نصف واقعية، من كان تمثل اجزاء من الجسم، مواصفات شاغل الوظيفة. المجموعة ب هي تمثل أجزاء الهيكل الإنساني وتستخدم عندما لا تتسع المساحة. درجة التعليم والخبرة والسمات الشخصية، هي أشكال ومقاسات تتلائم مع نوعية الملابس، هي صورة حقيقية وواقعية لشكل جسم الإنسان تناسب عرض الملابس الكلاسيكية اللي هي الرجالي والحريمي، هي تمثل الشكل الخارجي لجسم الإنسان ولكن بدون التفاصيل الواقعية. تعالوا نشوف الإجابة بتاعتها. أول حاجة حوامل التعليق، يبقى هي أشكال ومقاسات تتلائم مع نوعية الملابس. تاني حاجة مانيكان عرض دقيق، هي صورة حقيقية وواقعية لشكل جسم الإنسان تناسب عرض الملابس الكلاسيكية الرجالي والحريم. رقم تلاتة مانيكان عرض نصف واقعية، هي تمثل الشكل الخارجي لجسم الإنسان ولكن بدون التفاصيل الواقعية. رقم أربعة مانيكان تمثل أجزاء من الجسم، هي تمثل أجزاء الهيكل الإنساني وتستخدم عندما لا تتسع المساحة. رقم خمسة مواصفات شاغل الوظيفة، درجة التعليم والخبرة والسمات الشخصية. كده احنا شفنا طريقة الإجابة على على التوصيل. يبقى إزاي لو هو مش مديني ترقيم بكتب الجملة كاملة عشان أضمن الدرجة بتاعتي. وياريت نحل كل سؤال في صفحة، بلاش نحل الأسئلة كلها في صفحة واحدة زي ما بعض الطلبة بتعمل. لا، هو منديك ورق إجابة كتير، نجاوب كل سؤال في صفحة علشان يبقى لو في حصل خطأ أثناء ما بتجاوب وانت بتراجع تعرف تصلح الخطأ بتاعك. نكمل مع بعض بقية الأسئلة. هنيجي بقى للسؤال التاني. لازم أكون مفصل كل سؤال كده. السؤال الأول إجابته السؤال التاني إجابته تعال نشوف السؤال التاني بيقول لنا بيقول لي أكمل العبارات التالية. هو لما يجي لي سؤال أكمل ويجيب لي عبارات، أنا ممكن أعمل حاجتين. يا إما أكتب الجملة كاملة وأحط خط تحت الكلمة اللي أنا اخترتها اللي أنا هحطها اللي هي الكلمة المطلوبة، أو إن أنا أكتب الكلمات فقط. يعني قدامك يا إما أكتب أعمل ده يا إما أعمل ده. تعالوا نشوف كده أول سؤال في أكمل. بيقول لي تخطيط العمليات الإنتاجية في صناعة الملابس الجاهزة
مديني اي 5 نقط، مديني 5 نقط. نيجي نشوف ايه هما ال5 نقط بقى. هنا تخطيط العمليات الانتاجية في صناعة الملابس الجاهزة، اول حاجة التصميم، المواد الخام، عمليات التصنيع، مراقبة الجودة في صناعة التريكو الآلي، مراقبة الجودة لمنتجات التصدير. مادام هو جابلك في النقط 5 يبقى لازم هتكتب ال5، جابلك 3 تبقى تكتب ال3. لازم التزم بالنقط اللي هي ايه محطوطالي والمطلوب منها، ما ايه ما عملوش انقص إيه نقص عن كده. لو انا زودت في الاجابات مفيش مشكله، لكن انا ما نقص في ايه في الاجابه بتاعتي عشان ما نقص في ايه في الدرجات. نشوف رقم 2، يقصد بالتصميم. يعني معنى كده انه يقصد بالتصميم ان انا هكتب تعريف التصميم. نشوف تعريف التصميم بقى، يقصد بالتصميم للمنتج تحديد الخصائص والوظائف والاشكال الخاصه بمنتج معين اللي هي سلعه او ايه او خدمه، وذلك في قالب يمكن للمنظمه الوفاء باحتياجات ومتطلبات المستهلكين في السوق. يبقى انا كده عرفت التصميم كامل. السؤال اللي بعده، ما هي الاعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع تصميم منتج جديد؟ ما هي الاعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع تصميم منتج جديد؟ برضو هو محدد لي هنا 6 نقط، يبقى انا لازم اكتب ايه ال6 نقط اللي هو مديهم لي. نشوفهم مع بعض. ما هي الاعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع تصميم منتج جديد؟ اول حاجة التكلفة، تاني حاجة يجب ان يتم تصنيع المنتج الجديد بتكلفة مقبولة، تالت حاجة اقتصادية الاستعمال او الاستخدام، رابعا مما يمكن من استخدام المنتج استخداما اقتصاديا، خامس حاجة الجودة، سادس حاجة يجب ان يمتاز المنتج بعدد من الصفات التي تؤدي لاشباع حاجات المستهلك وتوقعاته. يبقى انا كده جاوبت ال6 نقط اللي هو طالبهم في ايه في اكل. شوف السؤال اللي بعده، ومن هذه الصفات حجم المنتج ودرجة المتانة، كذلك القابلية للصيانة والأمان عند الاستعمال. رقم 4، مصادر الحصول على أفكار التصميمات الجديدة. هي مصادر الحصول على أفكار التصميمات الجديدة، هو عامل لي نقطتين، يبقى أنا هشوف النقطتين اللي هي المصادر ايه هما. أول حاجة بحوث التسويق، رقم 2 الأبحاث والتطوير. يبقى انا عندي المصادر الحصول على افكار التصميمات الجديده، بحوث التسويق والابحاث والتطوير. السؤال اللي بعده، مراحل التصميم في صناعه التريكو. مراحل التصميم في صناعه التريكو، هو مديني هنا 3 نقط، يبقى انا هكتب ال3 نقط اللي هو طالبهم. اول حاجه مرحله التخطيط لمنتج جديد، تاني حاجه مرحله التقديم، تالت حاجة مرحلة النمو، 4 مرحلة النضج، 5 مرحلة التدهور والانسجام. السؤال اللي بعده بقى، المعلومات الفنية في التصميم. المعلومات الفنية هو مديني 6 نقط، يبقى انا هجاوب 6 نقط. نيجي نشوفهم مع بعض. اول حاجة الافكار الفنية التي ترجمتها من واقع المعلومات التسويقية الخاصة بالمنتج، التصميمات للنماذج المبدئية للمنتج من واقع الأفكار الفنية، 3 النتائج الخاصة باختبار نماذج المنتج المبدئية، التجارب الفنية والعملية التي تعد لاختبار المنتج فنيا وتحديد التعديلات، 5 التعديلات الفنية في التصميم اللي هو النموذج من واقع المنتج التي حصل عليها قسم بحوث التسويق، بعد عرض المنتج بتصميمه المقترح على عينات من المستهلكين. يعني بقى ايه ان انا بعرض العينة ايه على المستهلك، والمستهلك ايه كده وافق على العينة بتاعتي. الاشكال والمقاسات والابعاد الخاصة بالتصميم النهائي، دي اخر نقطة. شوف بقى النقطة اللي بعدها فاكمل، تحديد المكونات الرئيسية والفرعية لكل منتج شاملا المواد الخام والاجزاء والتجميعات الفرعية النهائية للمنتج. يعني هو طلب مني 6، انا جاوبت ايه جاوبت ال7. تعال نشوف بقى نقطة 7، مراحل تطوير وتصميم المنتجات. هو طالب ايه 4 نقط من المراحل، تعال نشوفهم. اولا ظهور فكرة تطوير التصميم، ثانيا التصميم المبدئي للمنتج،
ثالثا القيام بالدراسات التسويقية الميدانية، رابعا التصميم النهائي للمنتج. رقم 8 بقى اعتبارات عامة للامتياز في التصميم. اعتبارات عامة للامتياز في التصميم، هو مديني هنا 4 نقط نشوفهم مع بعض. يبقى اعتبارات عامة للامتياز في التصميم: المظهر، الأمان، الثقة، القدرة على المحافظة. يبقى دي الاعتبارات العامة للامتياز في التصميم، التصميم ده يصبح ايه ممتاز. نشوف النقطة اللي بعدها، مراجعة التصميم. مراجعة التصميم هو مديني هنا 6 نقط. يبقى أنا هكتب ال6 نقط اللي هو طالبهم في مراجعة التصميم. أول حاجة أن يلبي الاحتياجات المطلوبة، يعني لازم يكون التصميم ده يلبي الاحتياجات المطلوبة. 2 أن يغطي الاعتبارات الخاصة بالأداء والثقة. أن يغطي الاعتبارات الخاصة بالأداء والثقة. أن يؤكد استخدام مواد ومكونات مناسبة. أن تكون المكونات نمطية لتسمح بالتبادلية. أن يكون مناسبا للظروف المحيطة. إمكانية الوصول إلى مستويات المسموح به اللي هو المنصوص عليها. نيجي بقى رقم 10، مزايا النمط. مزايا النمط هو ما دام طلب المزايا بنكتبها بعدد النقط اللي هو طالبها، يعني انا لما يجي لي النقط لازم اكون ملتزم بالنقط اللي هو طالبها مني. اول حاجه، اقل في كميه المخزون منه يؤدي الى تخفيض تكاليف النقل للمخزون وتخفيض مساحه التخزين. يعني انا دلوقتي ان انا كل ما بقلل كميه المخزون بيؤدي الى تخفيض تكاليف النقل للمخزون نفسه وتخفيض مساحة التخزين، يعني مش بخلي مساحة التخزين عندي عالية. تاني حاجة، أقل في الفاقد والخسائر، بقلل في الفاقد وفي في الخسائر. تكاليفه منخفضة لكل تكاليف التخزين. زيادة دوران الإنتاج، تحسين مراقبة الجودة. زيادة الميكنة وتخفيض العمالة، يعني أنا كده بقلل بقلل الشغل على الماكينة وبقى وبيبقى فيه تخفيض في العمالة. تخفيض في قيمة المعدات، يعني مبقاش عندي قيمة المعدات اللي انا بشتريها بتبقى قليلة. تخفيض الوقت الضائع، ما عنديش وقت ضايع. سرعة التسليم، يبقى انا بسلم البضاعة بسرعة. دي 9 نقط، هو كان طالب مني 6 بس. نيجي في رقم 11، بيقول لي الخواص التي تتوافر في المواد الخام. ايه هي الخواص التي تتوافر في المواد الخام؟ هو مديني هنا كام نقطة؟ مديني 6 نقط أو 7 نقط. يبقى أنا هجاوب على قد ده. عايز أزود بقى في النقط دي براحتك أنت، بس أنا لازم ألتزم بالنقط اللي هو كاتبها لي وما قللش عنها. ممكن أزود لكن ما قللش. نيجي نشوف الإجابة. أول حاجة، نوع الخامة من حيث درجة انتظامه ودقته. طبعا هنا إن لازم تكون الخامة الدرجة بتاعتها منتظمة والدقة بتاعتها. التركيب النسجي طبعا تكون مناسب الخواص بتاعتها، ان المواد الخام كل مادة ليها تركيب نسجي، لازم تكون المادة دي مناسبة، التركيب النسجي بتاعها مناسب للمنتج اللي هيتم التنفيذ بتاعه. عدد الخيوط في البوصة المربعة، عدد الخيوط الموجودة في كل بوصة لازم تكون تكون معروف العدد بتاعها مظبوط. درجة دقة اللون للخامات المصبوغة، يعني يكون اللون ده هو اللون المطلوب في في المنتج. قوة الشد، طبعا قوة الشد بتاعة المنتج. مقاومة الاحتكاك، مقاومة الشد والاستطالة. درجة طرد الماء، الانكماش عند الكي والبلل الكامل. درجة الصلابة. كل دي مواصفات لازم تكون موجودة في في الخام. السؤال اللي بعد كده، عمليات التصنيع. ايه هي عمليات التصنيع؟ هو مديني 4. نشوف ايه هي عمليات التصنيع. اول حاجة، كيفية اعداد وضبط الماكينة للتريكو المستطيلة اليدوية النصف جاكار. يبقى اول حاجة، كيفية اعداد وضبط الماكينة للتريكو المستطيلة اليدوية النصف جاكار. ثانيا، ضبط اعداد ماكينة التريكو المستديرة ذات السلندر والكرسي الجاكارد للتشغيل.
ثالثا طريقة إعداد النسيج للتطريز الآلي. رابعا كده احنا قلنا ايه 3 نقط. تعالوا بقى نشوف ايه رقم 13، عناصر أهمية الجودة. ايه هي عناصر أهمية الجودة؟ أول حاجة جودة تنفيذ التصميم من حيث وضع قياس الجودة. طبعا احنا قلنا ان الجودة دي هي اهم حاجة عندي في المنتج، ان هو ازاي المنتج يطلع بجودة عالية. يبقى لازم اهتم بالعناصر اللي هي بتطلع لي المنتج ايه جيد. يبقى اول حاجة بقول ايه جودة تنفيذ التصميم من حيث وضع وقياس الجودة والتجاوزات المسموح بها. تاني حاجة جودة تنفيذ التصميم من حيث الوسائل لتطبيق المواصفات السابق وضعها. تالت حاجة متابعة التصميم من حيث، لازم اتابع التصميم من حيث ايه بقى؟ نوع واستعمالات الانتاج واقمشة، حجم المنتج، اسلوب وتطبيق وتنفيذ الانتاج، تكاليف الانتاج، تطبيق النظام ونتائجه المتوقعة، التعاون مع الأجهزة المختلفة. يبقى أنا هنا عشان أحقق الجودة لازم أعمل إيه؟ لازم أوصل للحاجات دي اللي هي إيه؟ اللي هي الالتزامات اللي أنا لازم بتابعها، اللي هي إيه بقى؟ نقولها تاني، متابعة التصميم من حيث إيه؟ نوع واستعمالات الإنتاج وأقمشته. يعني أنا لازم نوع استعمالات الإنتاج والأقمشة اللي أنا هستخدمها، حجم المنتج، المنتج ده حجمه ايه وزنه ايه، لازم اكون متابع ده. اسلوب وتطبيق وتنفيذ الانتاج، خط الانتاج بتاعي هيمشي ازاي، تكاليف الانتاج بتاعي، تكاليف الانتاج عشان احقق القطعه دي، تطبيق نظام ونتائجه المتوقعه. يعني انا النظام اللي انا طبقته ده خطواته ايه، هل هو ناجح ولا غير ناجح، وايه هي النتائج اللي انا متوقعه من خلاله. التعاون مع الأجهزة المختلفة، يعني ايه هي الأجهزة اللي انا بتعاون معاها عشان احقق ايه الجودة دي. نكمل مع بعض. إدارة الجودة، ايه هي إدارة الجودة؟ 1 تخطيط وهندسة الجودة، 2 مراقبة الجودة. رقم 15 العناصر الأساسية للعمل تخطيط وهندسة الجودة. ايه هي العناصر الاساسية للعمل تخطيط وهندسة الجودة؟ نشوفها مع بعض. اول حاجة وضع اهداف حقيقية للجودة. 2 اجراء تحليل احتياجات العميل من الجودة. مراجعة وتقويم تصميمات المنتج بهدف تحسين الجودة وخفض تكلفتها. تحديد انماط الجودة. يبقى دي اللي احنا بنقول عليها ايه العناصر الاساسية للعمل تخطيط وهندسة الجودة. هنقولهم تاني، وضع اهداف حقيقية للجودة، اجراء تحليل احتياجات العميل من الجودة، مراجعة وتقويم تصميمات المنتج بهدف تحسين الجودة وخفض تكلفتها، تحديد انماط الجودة. ناخد بقى النقط اللي بعد كده. العناصر الاساسية للعمل مراقبة الجودة، أول حاجة المساعدة في تأسيس مراقبات، صيانة ومعايرة معدات المراقبة، مراجعة جودة التعبئة. دي عشان أعمل إيه؟ العناصر الأساسية للعمل مراقبة الجودة. يعني مراقبة الجودة دي إيه هي العناصر الأساسية للعمل بيها؟ دي العناصر اللي أنا بحطها عشان أحقق مراقبة الجودة. يبقى أول حاجة المساعدة في تأسيس المراقبة، صيانة ومعايرة معدات المراقبة، مراجعة جودة التعبئة. دي العناصر. نيجي بقى هنا السؤال ده برضو مهم قوي، اللي هو فوائد أنظمة الجودة المعتمدة على نظام الأيزو. طبعا احنا عارفين نظام الأيزو ده ان انا لازم يكون الجودة عندي ليها مواصفات معينة عشان المصنع بتاعي ياخد ياخد الأيزو. ايه بقى هي فوائد الأيزو دي بقى؟ اول حاجة افضل تصميم للمنتج، ان انا اكون عامل افضل تصميم للمنتج. خفض المواد المعاد تشغيلها، يعني انا المواد اللي انا بعمل لها اعاده تشغيل بعمل لها بتبقى العمليه عندي مخفضه، ان انا بعمل استهلاك او اعاده استهلاك للمنتجات.
أكفأ استخدام للعمالة، لازم تكون العمالة عندي على كفاءة عالية، والماكينات والمواد، يعني لازم يكون عندي عمالة عالية، عندي ماكينات، عندي مواد خام، يبقى أنا إيه ده يكون أكفأ حاجة وصلت لها عشان أقدر أخد إيه الأيزو. إلغاء نقط الاختناق، يعني أنا ما بعملش حاجة تضايق ولا العميل ولا العمال اللي موجودة عندي. تحسين الثقة مع العملاء، لازم تكون علاقتي بالعملاء كويسة، وبعمل عملية دايما جذب للعملاء بتوعي، مش إيه وبعمل تجديد دايما في المنتج بتاعي. نيجي بقى هنا الإضاءة الطبيعية. طبعا احنا عارفين الإضاءة الطبيعية، الإضاءة دي اللي أنا بحطها في إيه في المحلات أو في المعارض اللي بعرض عليها المنتجات بتاعتي اللي هي بتاعت الملابس. فالإضاءة دي ليها شروط، في عندي إضاءة طبيعية وفي عندي إضاءة صناعية. هنيجي نشوف بقى ايه الإضاءة دي. طبعا الإضاءة دي مهمة ليه؟ الإضاءة دي مهمة لأن أنا دلوقتي عشان أعرض المنتجات بتاعتي لازم يكون الإضاءة واضحة وتكون إضاءة مناسبة للمنتج عشان أقدر أشوفه كويس وأقدر أشوف اللون، مبقاش شايفة مثلا اللون بره أحمر ولاقيه مدخل جوه الاقيه برتقاني، لأن اللون الإضاءة اللي أنا حطيتها غيرت في اللون أو تفاعلت مع اللون. فلازم أكون الإضاءة دي أعرف يعني إيه إضاءة، ويعني إيه إضاءة طبيعية، ويعني إيه إضاءة صناعية، وإمتى أحطها، وإيه أهميتها بالنسبة للمعرض بتاعي. تعالوا نشوفها مع بعض. يبقى أول حاجة عندي بيقول لي الإضاءة الطبيعية هي إيه؟ هي مصدرها الشمس. طبعا إحنا عارفين الإضاءة الطبيعية مصدرها الشمس، وهي إيه تعتبر من مصادر الإضاءة رخيصة الثمن، يعني إيه سعرها رخيص، يمكن استخدامها في إضاءة فراغات البيع والعرض. يعني أنا بستغل دي إن أنا ممكن الصبح بدل ما أنور النور ممكن أستغل إضاءة الشمس لو أنا عندي المحل بتاعي الإضاءة بتاعته إضاءة الشمس عندي مؤثرة عليه أو مسيطرة عليه، فممكن أستغل الإضاءة دي بدل ما أنور النور. نشوف بقى التاني بعد كده الإضاءة الصناعية. الإضاءة الصناعية اللي أنا بستخدم فيها أكيد اللمبات. ايه هي بقى؟ تساعد على تلافي عيوب وقصور الإضاءة الطبيعية بما لها من إمكانيات وقدرات متعددة، ويمكن السيطرة على الضوء الصناعي من حيث الكثافة واتجاه اللون. يعني أنا بقدر أسيطر بالإضاءة الصناعية دي على بعض القصور اللي ممكن تسببه لي الإضاءة إيه الطبيعية. شوف اللي بعديها، الإضاءة الصناعية من الأساسيات الهامة في إيه في نقط التي تتطلب مزيد من المعرفة، نقط ونقط أكثر من أي عنصر آخر لكي ينتج نقط المطلوب، ونقط وأيضا ليه لتزويد المكان بإضاءة نقط ونقط. أنا شايفة إن في إيه ناس إيه جاوبت بسرعة قوي لأن هما إيه عرفوا إيه الإضاءة الصناعية دي وقاريين الكتاب كويس ومذاكرينه. هنيجي نشوفهم بقى هما قالوا الإضاءة الصناعية من الأساسيات الهامة في التصميم الداخلي. يعني انا كده ان انا الاضاءه الصناعيه دي بحطها ضمن التصميم ايه الداخلي للمعرض التي تتطلب مزيد من المعرفه وايه العمليه والفنيه. يعني لازم يبقى فيه ناحيه عمليه وناحيه ايه فنيه اكثر من اي عنصر اخر لكي ينتج التاثير المطلوب. انا عايزه الاضاءه دي تاثر على ايه على المنتجات المعروضه، وايضا لتزويد المكان باضاءه جماليه وايه ووظيفيه. انا بعمل شكل جمالي وفي نفس الوقت بعمل ايه وظيفة بوظف الإضاءة عندي. التأثير السيكولوجي للإضاءة على الإنسان، يعني هل الإضاءة دي بتأثر على الإنسان؟ اه طبعا بتأثر عليه. نشوفها مع بعض. التأثير السيكولوجي للإضاءة على الإنسان إلى كل من قوته ولونه بالنسبة لقوة الإضاءة فقد يتأثر الإنسان. يعني أنا عندي هنا حسب قوة الإضاءة ولونها بتأثر على إيه؟ على الإنسان. إذا ما زادت أو نقصت شدة الإضاءة، يعني أنا الإضاءة عندي لو زادت بتأثر على الرؤية، ولو قلت بتأثر إن أنا ما بشوفش كويس. يبقى أنا الإضاءة المطلوبة الإضاءة الساطعة تسبب أي إجهاد للعين، يعني أنا لو النور عندي شديد هيأثر على العين بتاعتي على عيني، فهيعمل عليها إجهاد فمش هقدر اشوف المنتجات كويس. لو قلت يبقى الايه حجبت الرؤيه عندي فمش هقدر اشوف كويس. يبقى انا لازم تكون الاضاءه ايه
متوسطة، ولا تكون عالية قوي ولا تكون منخفضة قوي، بحيث ان انا اقدر ارى اشوف المنتجات الموجودة وايه، واقدر وتبقى الرؤية عندي كويسة. نشوف السؤال اللي بعده. اضاءة المباشرة، ايه ده؟ ده في اضاءة مباشرة واضاءة غير مباشرة. في اضاءة مباشرة واضاءة غير مباشرة. يعني ايه؟ تعالوا نشوفها مع بعض كده. الاضاءة المباشرة هي يمكن تحقيق اضاءة مباشرة عن طريق تدلي تثبيتات الفلورسنت او المتوجهة في مساحة العرض والمعروضات. يعني ايه بقى ايه الاضاءة المباشرة دي؟ عن طريق الايه، اللمض الفلورسنت اللي انا بحطها علشان تدي ايه، بملى بيها مساحة العرض. بحط لمض مثلا ايه في 4 اتجاهات، بحيث ان هي ايه تبقى اللون، لمض الفلورسنت بتبقى قريبة من الايه، من الاضاءة الطبيعية، فتبقى مليالي المساحه بتاعه الايه المعروضات، ما يبقاش عندي فراغات، ما يبقاش عندي ايه خلفيات. نيجي بقى نشوف الاضاءه الغير مباشره. الاضاءه ايه الغير مباشره؟ ايه هي بقى الاضاءه الغير مباشره؟ هي في حاله استعمال مصباح توهج مركب اسفله عاكس، مع حيث يوجه الفيض الضوئي للمصباح بالكامل الى اعلى. يعني انا بعمل ايه، انعكاس للضوء، بعمل المصباح وبعمل له انعكاس بحيث ان هو ايه يبقى ايه يديني الاضاءة، بس ما تبقاش انا ايه شايفها ولا اللي قدامي ايه شايف. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال التالت. كده احنا حلينا سؤالين، السؤال الاولاني كان التوصيل والسؤال التاني كان ايه اكمل. نيجي نشوف السؤال التالت ده ممكن يبقى ايه بقى. ما المقصود بكل يعني انا دلوقتي هديك مصطلح واقول لك ايه المقصود منه، او ايه تعريفه، او ايه الغرض منه. نشوف اول حاجة المواصفات. يتم تحديد المسموحات الهندسية بين حد ادنى وحد اقصى، ويجب ان تكون المواصفات مفضلة ومحددة. يبقى أنا المواصفات هنا إيه؟ بيتم تحديد المسموحات الهندسية بين حد أدنى وحد أقصى، ويجب أن تكون المواصفات مفضلة ومحددة. تلائم وظيفة المنتج في التوقيت المناسب والتكلفة المحددة له والوقت المحدد. يبقى كده إيه؟ إحنا عرفنا مين؟ عرفنا المواصفات. طب نيجي نشوف التعريف اللي بعده. التنميط. يعني إيه التنميط؟ هو إنتاج سلعة أو منتج لكل مستهلك تتناسب معه ومع احتياجاته الخاصة بدقة، ويعتبر المنتج فريد ومميز. يعني أنا بعمل منتج لكل مستهلك لوحده، حسب إيه؟ حسب رغباته، حسب إيه؟ احتياجاته، ويكون المنتج بدقة وإيه؟ وفريد ومميز. وقد يكون التصميم في هذه الحالة وحيد تخص هذا المنتج فقط، ما يسمى بالتنميط في التصميم. نشوف السؤال اللي بعديه. التبسيط. يبقى احنا خدنا ايه التنميط، هنشوف بقى ايه التبسيط. التخلص من الخصائص المعقده للمنتج، يعني انا بتخلص من الخصائص المعقده للمنتج، والمحافظه على زياده رضا المستهلك. وايضا التبسيط يؤدي الى خفض التكاليف لايه، للعماله. يبقى دي ايه، ده التبسيط، وسهولة التجميع وتبسيط العمليات وتخفيض التكاليف للمواد. نيجي نشوف ايه التعريف اللي بعده. تصميم المنتجات. وضع الخصائص والوظائف والأشكال الخاصة بمنتج معين في قالب يمكن الوفاء باحتياجات المستهلكين. يبقى تصميم المنتجات هو ايه؟ وضع الخصائص والوظائف والأشكال الخاصة بمنتج معين في قالب يمكن الوفاء باحتياجات الايه المستهلكين. السؤال اللي بعده. الجوده الهندسيه. الجوده ايه الهندسيه؟ هي ايه؟ هي سهوله الصيانه، الثقه في الاداء، قوه التحمل، اعاده الانتاج. يبقى الجوده الهندسيه هي ايه؟ هي سهوله الصيانه، الثقه في الاداء، قوه التحمل، اعاده الانتاج. السؤال اللي بعده. واختصار البنص وبعض القصات في منتجات التريكو التي قد تعوق استخدام المنتج بصورة جيدة. تعالوا نشوف بقى السؤال اللي بعديه. إمكانية الصيانة. إمكانية الصيانة اللي هي سهولة أداء أنشطة الصيانة. يبقى إمكانية الصيانة سهولة أداء أنشطة إيه؟ الصيانة.
رقم 7 القدرة على التحمل. قدرة على التحمل هي قدرة المنتجات على العمل تحت أي ظروف وبدون فشل من كثرة الاستخدام. يعني أنا هستخدم المنتجات دي بكثرة، فلازم تكون عندها ايه؟ قدرة على التحمل تحت أي ظرف من الظروف. اللي بعده الثقة في الأداء. قدرة المنتج على الأداء المرغوب تحت أي ظروف وبدون تكرار الأعطال. أنا لاحظت كده اللي إيه؟ إن السؤال رقم 7 القدرة على التحمل يعتبر إيه؟ مكمل للثقة في الأداء. الاتنين مكملين لبعض. رقم 9 القدرة على إعادة الإنتاج، اللي هي قدرة النظام الإنتاجي على الاستمرار في الإنتاج بنفس الجودة المطلوب. يبقى القدرة على إعادة الإنتاج قدرة النظام الإنتاجي على الاستمرار في الإنتاج بنفس الجودة المطلوب. شوف السؤال اللي بعده. مفهوم مراقبة الجودة في صناعة التريكو الآلي. إيه هو مفهوم مراقبة الجودة في صناعة التريكو الآلي؟ عملية جودة الإنتاج ليست مجرد فحص المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق عليها. هي مش عملية فحص بس، امال هي ايه بقى؟ يبقى هي مش عملية ايه؟ يبقى عملية جودة الإنتاج مش مجرد فحص المنتجات بس، لازم تكون مطابقة للمواصفات المتفق عليها. تمام. شوف السؤال اللي بعده. مفهوم الجودة هو أسلوب عملي اقتصادي. مفهوم الجودة هو ايه؟ أسلوب عملي اقتصادي. السؤال اللي بعده. تعني الجودة المساهمة في إنتاج سلع من مستوى مناسب من الجودة بتكاليف أقل وعوادم استهلاكات أقل. يبقى الجودة تعني الجودة ايه؟ المساهمة في إنتاج سلع من مستوى مناسب من الجودة بتكاليف أقل وعوادم واستهلاكات أقل، مع الأخذ في الأهمية ألا تكون الجودة أقل أو أعلى من المطلوب. يعني أنا مش عايزة الجودة ولا تكون أقل ولا تكون أعلى من المطلوب في المنتج نفسه. أنظمة الجودة بقى. إيه هي أنظمة الجودة؟ يهدف إلى تكامل كل العناصر التي على جودة المنتج. يبقى أنظمة الجودة يهدف إلى تكامل لكل العناصر التي على جودة المنتج. الجودة جميع المميزات والخواص للمنتج أو الخدمة للمنتج أو الخدمة التي تظهر إمكانيات لتلبية الاحتياجات المنصوص عليها. يبقى الجودة هي إيه؟ جميع المميزات والخواص للمنتج أو الخدمة للمنتج أو الخدمة التي تظهر إمكانيات لتلبية الاحتياجات المنصوص عليها. نيجي نشوف السؤال اللي بعده. مراقبة الجودة أساليب العمليات والأنشطة المستخدمة لتوفي بالغرض المطلوب للجودة. أساليب العمليات والأنشطة المستخدمة لتوفي بالغرض المطلوب للجودة. السؤال اللي بعده إيه؟ كده إحنا خلصنا الأسئلة اللي هي بتاعت ما المقصود بيه. يعني إحنا خلصنا كده السؤال ما المقصود بيه. طبعا هو مش هيجيب لي كل ده، هو هيجيب لي ممكن يجيب لي 3 4 من المجموعة الـ15 اللي إحنا جبناها، لكن لازم اركز قوي في كل سؤال بجاوب عليه، وزي ما قلت كده ان كل سؤال يبقى في صفحه لوحده علشان اقدر لو انا في حصل خطا بعرف اصلحه فيه. لكن ما اجاوبش كل الامتحان كده في صفحه. في بعض الطلبه بتعمل كده، وده طبعا على درجاتها، لان عقبال ما بنعرف نجيب السؤال واجابته بناخد وقت، وممكن يكون الطالب مجاوب صح واحنا مش عارفين نقرا الورقه بتاعته. فلازم يكون الورقه بتاعتك منسقه جدا، وكل سؤال في صفحه احنا الورقه بتبقى كبيره. ليه نزلنا على نفسنا وليه نجاوب كده؟ لازم نجاوب واحنا مستريحين، ما تتعبش نفسك في ان انت خايف للورقه تخلص. الورقه مش هتخلص. نيجي بقى للسؤال الرابع. السؤال الرابع بقى يا ترى هيجيب لنا في السؤال الرابع ده؟ تعالوا نشوف كده السؤال الرابع ده هيجيب لنا فيه ايه. ده هيجيب لي بقى أسئلة مقالية. بيقول لي ما هي أسباب انخفاض القدرة التنافسية بالنسبة للأسواق العالمية في صناعة الملابس الجاهزة والتريكو؟ احنا مش ملاحظين ان السؤال ده احنا شرحناه كتير قوي في المراجعات اللي قبل كده، معنى كده ان السؤال ده مهم.
ما هي أسباب انخفاض القدرة التنفسية بالنسبة للأسواق العالمية في صناعة الملابس الجاهزة والتريكو؟ تعالوا نشوفها مع بعض. أول حاجة انخفاض إنتاجية العامل مما يؤدي إلى زيادة ارتفاع تكلفة الأجر. تاني حاجة ارتفاع تكلفة الآلات والمعدات الحديثة نتيجة ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية. انخفاض من جهة أخرى أسعار الدول المنافسة. عدم دراسة الأسواق العالمية وتطوير الصناعة إلى الأحدث. عدم تطبيق معايير الجودة الشاملة. يبقى دي إيه؟ إجابة السؤال، إحنا جاوبناه كده. نشوف السؤال التاني برضو. ما هي أهم طرق تقييم الوظائف؟ وهي طريقة النقد مع شرح واحدة. هنا بيقولي ما هي أهم طرق تقييم الوظائف؟ وهي طريقة النقد مع شرح واحدة. برضو السؤال ده كرر كتير معانا، تعالوا نشوف الإجابة بتاعته. أول حاجة وضع جدول تقييم الوظائف، تحديد مواصفات الوظيفة، توزيع النقط، تحديد الأجور. دي الأربع نقط اللي أنا بحدد عن طريقهم. تعالوا بقى نشرح كل واحدة لوحدها كده. أول حاجة جدول تقييم الوظائف، هو جدول يبين المعايير التي سوف تستخدم في توزيع النقط على الوظائف المختلفة. أنا بعمل جدول عشان أقدر أوزع فيه الإيه المعايير بتاعة كل واحد هياخد إيه كل وظيفة، وكل وظيفة مطلوب منها إيه وهتتنفذ إزاي، وأقدر أحط إيه الأجر بتاع الوظيفة دي إزاي. تاني حاجة تحديد مواصفات الوظيفة قبل تقييم الوظيفة، لازم أكون محددة اللي هيشتغل في الوظيفة دي مواصفاتها إيه ومطلوب منه إيه ينفذه، ويجب معرفة ما يؤدي العامل في الوظيفة ما يتطلبه القيام بها. يعني هو الوظيفة دي مواصفاتها إيه والعامل هيأديها إزاي ومطلوب ينفذ إيه جوه الوظيفة دي من حيث المهارة أو المسؤولية أو المجهود البدني أو المجهود العقلي أو إيه أو غيره. ويكون مجموعة النقط عن العوامل الخاصة بكل وظيفة الأساس في تقييمها وتحديد الأجور الأجر المناسب له. رابع حاجة بقى تحديد الأجور، إزاي أحدد الأجور؟ يعني أنا دلوقتي خلاص عملت الجدول وعايزة أحدد الأجر لكل وظيفة. بعد حساب مجموعة النقط، بعد ما حسبت بقى هحسب بقى مجموعة النقط اللي أنا حطيتها بكل وظيفة، يمكن وضعها في شكل رسم بياني. أعمل رسم بياني وأعمل محور أفقي ورأسي وأبدأ أعمل إيه ايه كل وظيفة مطلوب منها ايه ومعاييرها ايه عشان اقدر احدد الاجر بتاعها. والمحور الرأسي معدلات الاجر، وتوزع النقاط الخاصة للوظائف المختلفة ثم يرسم خط بين ايه الاتجاه العام لمجموعة النقط. يعني بحط خط بين كل وظيفة والتانية بالتقريب او عن طريق الحساب الرياضي، وطبعا دي بتتعمل عن طريق الاحصاء. ويوضح الخط أو المنحنى العلاقة بين قيمة الوظيفة ومجموع النقاط ومعدل أجرها عند أي نقطة على إيه على الخط. نيجي بقى للدرجات. طبعا الدرجات دي بتبقى الترقيات اللي أنا بحددها لكل وظيفة، العامل ده أو الموظف ده هيترقى كل قد إيه أو هيزيد كل قد إيه. يبقى تجمع الوظائف التي تتقارب من حيث المجموع في النقاط التي حصلت عليها عادة في إيه في درجات، ويدفع لكل وظيفة تقع في الدرجة نفسها الأجر نفسه بدلا من تحديد أجر خاص لكل إيه وظيفة. يبقى أنا كده بحط لكل حاجة إيه الأجر بتاعها في داخل الوظيفة. تعالوا بقى نشوف إيه بعد كده. إيه بيقولي ويعتبر النقل من درجة إلى درجة أعلى تعتبر إيه اللي هي الترقية اللي احنا بنقول عليها، ويجب تحديد الدرجات عند فواصل مختارة تمثل اما مجموعة نقاط هذه الفواصل او ما يعادلها ايه ماليا. يعني انا دلوقتي الدرجة دي يا اما هرقيه إيه كدرجة او هرقيه ايه ماليا، يعني انا هزوده في الدرجة دي ايه درجة مالية. نشوف السؤال اللي بعده، السؤال الخامس. كده السؤال الخامس بقى يا ترى هيجيب لي ايه في السؤال دوت؟ هيجيب لي صح وغلط؟ هيجيب لي برضو اكمل تاني؟ هيجيب لي سؤال مقالي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. اكمل كده ممكن يكون سؤال اكمل ده مختلف عن اللي احنا خدناه قبل كده ممكن.
يكون في ايه حاجه ما جاتليش قبل كده. اول حاجه بيقول لي ايه، قبل انتاج المنتج يجب ان تعرف 4 نقط. ماشي، قبل انتاج المنتج يجب ان تعرف، يجب ان اعرف ايه قبل انتاج المنتج؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. قبل انتاج المنتج يجب ان تعرف ما هي السلع التي يريدها المستهلك وما هي مواصفاتها. يبقى انا كده بعمل دراسة ايه للسوق، وضع سعر منافس لسعر السوق لتحقيق بيع اكتر. يعني بشوف سعر السوق ايه، ممكن احط سعر ايه اقل من سعر السوق عشان ايه احقق البيع. عمل ترويج واعلان للمنتج، بعمل اعلانات للمنتج بتاعي. ايجاد منافس توزيع للسلع، ممكن اجي ايجاد منافس جديدة للتوزيع. السؤال اللي بعده، العوامل التي يجب مراعاتها عند البدء في تقدير تكلفة المنتج. ايه هي العوامل اللي يجب مراعاتها عند البدء في تقدير تكلفة ايه المنتج؟ تعالوا نشوف العوامل مع بعض. التصميم، الجودة، الشكل، الخامات، السعر. يبقى التصميم، الجودة، الشكل، الخامات، السعر. تنقسم التكاليف إلى، بتنقسم التكاليف إلى إيه بقى؟ تنقسم لإيه بقى؟ 1، تكاليف الإنتاج المتغير، تكاليف الإنتاج الثابت، التكاليف الإدارية. يعني أنا كده عندي تكاليف متغيرة وعندي تكاليف ثابتة وعندي تكاليف إيه إدارية. هو بيقول لي بقى إيه تكاليف الإنتاج المتغير اللي هي إيه بقى، زي إيه؟ المواد الخام المباشرة، العمالة المباشرة، المصاريف الأخرى المباشرة. يبقى التكاليف المتغيرة المواد الخام طبعا ايه متغيرة، العمالة ان انا ممكن اشتغل مرة، يعني العمالة ممكن تشتغل عندي وردية واحدة، ممكن ورديتين، ممكن 3 حسب المنتج بتاعي. المصاريف الاخرى اللي هي ايه، النقل، المواصلات، الحاجات اللي هي ايه بتبقى تكاليف غير مباشرة عليا او الانتاج المتغير. نيجي بقى التكاليف ايه الانتاج الثابت، استهلاك الالات والمعدات ومباني المصنع واساس ومكاتب المصنع، مرتبات الاداره الصناعيه، الفوائد الخاصه بممتلكات ايه المصنع. التكاليف الاداريه بقى اللي هي ايه، الموظفين اللي بيشتغلين عندي، التي تنفق من اجل استكمال انتاج المنتج وبيعه للمستهلك، اللي هم الناس اللي هم ايه بتوع التسويق، اللي هو هيوصل، المواصلات، اللي عندي اللي هو اللي بيعمل لي المرتبات، اللي هيشتري لي الخامات، كل ده ايه بقول عليها التكاليف ايه الاداريه. حساب تكلفه منتج واحد من الملابس الجاهزه، ازاي احسب منتج واحد من الملابس الجاهزه؟ اولا التكلفه المباشره والتكلفه الغير مباشره. التكلفه المباشره احسبها ازاي؟ اهي، يتمثل في التكلفة للخامات وتكلفة العمالة ايه المباشرة. تكلفة الخامات هي حساب نقط في التصنيع ويراعى فيها نقط ونقط، زي ايه دي عمليات حسابية. تعالوا نشوفها مع بعض كده بسرعة. تكلفة الخامات هي حساب الخامات الداخلية في التصنيع ويراعى فيها ثمن الخامة، مصاريف نقل الخامة، مكان التصنيع، الهالك من الخامة، الاكسسوارات الداخلية في ايه في التصنيع. نكمل كده. تكلفة العمالة المباشرة، ازاي احسب تكلفة العمالة المباشرة؟ تحسب الاجور الشهرية لجميع العمال، تحسب ساعات العمل الشهرية الفعلية للعمال، تحسب ساعات العمل لانتاج قطعة واحدة، تحسب تكلفة العمال للقطعة الواحدة. تحسب ايه، ازاي بقى احسب تكلفة الساعة للعامل؟ اول حاجة تكلفة الاجور الشهرية على عدد ساعات العمل ايه الشهرية. كده انا احضر احسب تكلفة الساعة للايه للعمال. التكلفة غير المباشرة هي تحسب جميع التكاليف الاخرى بتكاليف نقط ونقط حتى يصل المنتج الى مكان نقط ونقط، طبعا الخ، وتحمل كل قطعة نصيب من ايه من هذه ايه. تعالوا نشوفها بسرعة كده. التكلفة الغير مباشرة هي تحسب جميع التكاليف الاخرى بتكاليف الانتاج والبيع حتى يصل المنتج الى مكان توزيعه، زي ايه، زي الايجار، الكهرباء، الصيانه، فوائد الايه فوائد القروض، الكارد لو انا واخده كارد، الاهلاك،
اللي هو الهالك يعني، متوسط استهلاك الماكينات، مصاريف التسويق، مصاريف الإدارة، وتحمل كل قطعة نصيب من هذه التكاليف. يعني أنا التكاليف دي بزودها على إيه؟ على القطعة الواحدة. لحساب التكاليف الغير مباشرة نتبع الآتي. إزاي أحسب التكاليف الغير مباشرة؟ لحساب التكاليف الغير مباشرة يتبع الآتي: احسب جميع هذه التكاليف الغير مباشرة واجمعها شهريا، واحسب عدد المنتجات الشهرية التي تنتج في الشهر، واحسب التكلفة الغير مباشرة لكل واحدة من المنتج. التكلفة الغير مباشرة لكل واحدة من المنتج بحسبها ازاي بقى؟ التكاليف الغير مباشرة الشهرية على عدد وحدات الانتاج. التكلفة الكلية للمنتج ايه زائد ايه؟ التكلفة المباشرة للوحدة زائد التكلفة الغير مباشرة للوحدة. تنظيم أقسام مراقبة الجودة في مصانع التريكو يشمل ايه؟ تنظيم أقسام مراقبة الجودة في مصانع التريكو يشمل ايه؟ يشمل الفنيون، المعامل، الأجهزة، الأدوات اللازمة للاختبار والقياسات والتكييف. كده احنا النهاردة أخدنا مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، واخدنا ازاي نجاوب وازاي نكتب صيغة السؤال، ولازم نقرا ورقة الإجابة كويس جدا، ونشوف مطلوب مني أحل كام سؤال الأول وأقرا الأسئلة كلها وبعد كده أبدأ أحل. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وتلتزموا بالتعليمات اللي احنا قلناها النهاردة، وإن شاء الله الأسئلة اللي احنا قلناها النهاردة يجي منها جزء كبير في الامتحان. وبالتوفيق وربنا معاكم. شكرا على حسن استماعكم.